بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لللاب بتاع البوليسي راوتينج، بيقول لك ان انت عندك مؤسسة او شركة انت شغال فيها. المؤسسة دي واخدة اتنين كونكشن من اي اس بي. الكونكشن الاولاني او من اتنين اي اس بي، الكونكشن الاولاني واخدها عن طريق شبكة فريم ريلي، الكونكشن التاني واخدها عن طريق شبكة ام بي ال اس. فالراجل بيقول لك اي ويب ترافيك، اي حد عايز يطلع على الانترنت يستخدم بروتوكول اتش تي تي بي او يتصفح، يطلع من الكونكشن اللي فوق عن طريق اي اس بي واحد ده. اما لو عايز اي نوع من انواع الترافيك الاخرى، هيمشي من تحت، هيمشي من تحت. طب ودي بتتعمل ازاي؟ عن طريق البوليسي راوتنج. طب تتعمل ازاي؟ انا عايز اقول له اي حد عايز يطلع اتش تي تي بي، تفتح بس انت الراوتر ده اللي هو البورد الراوتر ده، واعمل عليه اكسس ليست، مثلا اكسس ليست 100، ونقول له بيرميت، اسمح. الترافيك بتاع الاتش تي تي بي يعتبر تي سي بي، من اي حد لاي حد. ايكوال، يا تقول له ايكوال 80، يا تقول له ايكوال دبليو دبليو دبليو. حلو كده. واعمل راوت ماب، راوت ماب، وسميها اي اسم، مثلا اي بي سي، مثلا اي بي سي، اي حاجه. تقول له راوت ماب، وتقول له بيرميت 10، السطر الاولاني فيها في الراوت ماب دي، وتقول له ماتش، اقفش الاي بي ادرس اللي في اكسس ليست 100. لو قفشت اي حاجه في اكسس ليست 100، يعني اي حد طالع يتصفح، المفروض اقول له اخرج من هنا، ارمي من هنا. هتقول له سيت اي بي نيكست هوب، ارمي على الانترفيس ده، او ارمي على الاي بي ده اللي هو المفروض كان بقى 10.1.101، 10.1.101. تمام كده. اي ترافيك تاني ارميه من تحت. فانا لو عملت اكزيت وقلت له راوت ماب اللي اسمها اي بي سي، وقول له برضو يا عم بيرمت السطر 20، وكانك قلت له ماتش اول، قول له سيت اي بي نيكست هوب اي حاجه تانيه، او طبعا ده اي ترافيك تاني، خليه يخرج من تحت اللي هو 10.1.102.1 برضو. خلاص كده، شكرا. طب احط الراوت ماب دي فين؟ هتحطها عن طريق البوليسي راوتنج، يتحط او البوليسي تتحط على فاست 0 سلاش 0، بحيث الترافيك لما يجي من الناس اللي هنا يرمي هنا، تقوم البوليسي دي او الراوت ماب اللي انت عملتها دي تبدا تحدد اخرجه كده ولا اخرجه كده. هو ده اللي هيحصل بالظبط. قول له انترفيس فاست 0 سلاش 0، قول له اي بي بوليسي للراوت ماب اللي اسمها اي بي سي، حطها هنا. دلوقتي المفروض انها تيست في الامتحان بقى، ان شاء الله هيبقى عندك تيست، تعرف تعمل تيست كويس. اما في جي ان اس 3 مش هنعرف انا اعمل التيست ده، هيبقى هنا هو عندك ورك ستيشن. جرب انك تدخل اتش تي تي بي على الاي بي اللي هو مثلا اللي هو حاطه لك ده، هتلاقيه دخل. جرب انك مثلا اي ترافيك تاني انك تبنج على ده، مش هيبنج، اما لو بنجت على ده فهيبنج. كل التيست اللي انا اقدر اعمله في ليفل جي ان اس 3 بتاعي، ان انا اجيب الورك ستيشن اللي هنا دي واستخدم البنج. طبعا المفروض البنج ده ما هوش تصفح، فالمفروض عمري ما هطلع كده، هقوم طالع من تحت. فانا دلوقتي المفروض لو بنجت على 10.1.102.1 اللي هو اللي تحت ده يرد عليا، قلت له بنج على 10.1.102.1، المفروض يرد عليا، لان ده ترافيك ما هوش اتش تي تي بي. بس انا عن طريق جي ان اس 3 مش هعرف اعمل تيست للاتش تي تي بي يعني. اما طب واحد يقول لي طب افرض يا هندسه لو بنكت على 10.1.101.1 اللي هو اللي فوق ده، عمره ما يطلع من هنا، لان الترافيك هينزل تحت، فمش هيلاقي الاي بي ده زي ما حضرتك شايف كده، مفيش اي بنج كده. طبعا ما تنساش حضرتك بعد ما تخلص كونفيجريشن، تيجي على صاحبنا ده وتقول له دبليو ار رايت تسيف، ما تنساش تسيف الكونفيجريشن بتاعتك. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله.